بكم أعزائي المشاهدين في المناظرة اليومية. أمام مؤيديه بمقر إقامته في فلوريدا، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى عام 2024. ترامب الذي شدد على أن ترشحه هو من أجل جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، أضاف أنه سيعمل لمنع حصول الرئيس الأمريكي جو بايدن على ولاية جديدة، متهما إياه بتدمير الاقتصاد وجعل البلاد تركع لخصومها. بايدن رد على هذا الإعلان في تغريدة قال فيها إن دونالد ترامب هو من خذل أمريكا. إعلان ترامب جاء بعد خسارة الجمهوريين في الانتخابات النصفية الأمريكية، خسارة من المتوقع أن تؤثر على حظوظ ترامب داخل البيت الجمهوري. إذن هل ترشح ترامب يضر أم يخدم الجمهوريين في الانتخابات المقبلة؟ وألا يعتبر انتخاب ترامب مرة أخرى تهديد على الديمقراطية الأمريكية؟ لنبدأ المناظرة. أرحب بضيوفي، بدكتور نصير العمر المحلل السياسي ينضم إلي من نيويورك، أهلا بك، ومن واشنطن أستاذة داليا العقيدي كبيرة الباحثين في سياسات الأمنية، أهلا بكما. ودعوني أن أبدأ معك أستاذة داليا. يعني أستاذة داليا، نعلم بأن شعبية ترامب ممكن تكون مرتفعة داخل الحزب الجمهوري، ولكن رأينا بأنه في الانتخابات النصفية أوضحت أنه شعبية ترامب وشعبية الذي يدعمهم منخفضة على المستوى العام. لماذا الحزب لازال يدعم هذا الشخص وهو دونالد ترامب؟ مساء الخير لك ولضيفك الكريم. اليوم الجمهوريون منقسمون قسمان، القسم الأول يضع الشخص قبل الحزب، والقسم الثاني الذي يضع الحزب قبل الشخص. الانقسام موجود وقد شهدناه منذ الانتخابات النصفية. الرئيس السابق دونالد ترامب حوالي أعلن أنه يساند أو يؤيد أكثر من 300 مرشح جمهوري، لكن هؤلاء المرشحين غالبيتهم لم يفوزوا بالانتخابات. هذا دليل على أن الشارع الجمهوري يرفض أن يتخذوا هذا المسير، خاصة وأن هناك عدد كبير من الجمهوريين أوقفوا تأييدهم لترامب في يوم السادس من يناير، عندما حدثت كارثة كما نقول الكونغرس. وبالتالي يعني نحن أمامنا سنتان تقريبا للمرشح النهائي. لا أعتقد بأن ترامب حظوظه ستكون كبيرة، فهناك مرشحون آخرون كديسانتس، رون ديسانتس وهو حاكم ولاية فلوريدا، هناك مايك بينس أيضا، هناك بومبيو. يعني لسه الوقت طويل، لكن الطرف المعتدل الجمهوري يرفض أن يعود. يعني على الرغم من أنه هناك وقت أستاذة داليا، إلا أنه نعلم أنه شعبية ترامب يعني لديه قاعدة شعبية ثابتة لا تتحرك. لا، لو كان هذا صحيح لكان فاز مرشحو الحزب الجمهوري الذين ساندهم ودعمهم ترامب. يعني اليوم الجمهوري بدأ ينظر، خاصة بعد السادس من يناير، بدأ ينظر بشكل مختلف. اليوم ينظر الطرف الجمهوري المعتدل بأن ترامب فعل أشياء جيدة إلى البلد، لكنه نسف كل ذلك في يوم حادثة الكونغرس. وبالتالي ترامب هو الماضي وهناك مرشح جديد هو المستقبل. نعم دكتور نصير، فيما يتعلق بترامب وبالحملة، يعني الحملة الديمقراطية، هناك من يقول بأنه الحملة الديمقراطية هي يعني في هجوم ترامب وفي هجوم كل ما يحدث مع ترامب، وليس فقط الخوف على الديمقراطية الأمريكية، إنما هي خوف على خسارة الحزب الديمقراطي في الانتخابات المقبلة.
تحية لك والأستاذة داليا والمشاهدين. في الحقيقة يعني الديمقراطيون يحتفلون اليوم بعد إعلان السيد ترامب ترشحه، فكأن الحزب الجمهوري إذا فعلا تم ترشيح السيد ترامب كأنه يعطي البيت الأبيض جائزة للديمقراطيين، ويعني لا يوجد تخوف من السيد ترامب، ولكن هناك خوف على الحزب الجمهوري، وبسبب ضعف الحزب الجمهوري وانقسامه يعني هناك مخاوف من أن الديمقراطية في أمريكا ستصبح بجناح واحد، خاصة أن السيد ترامب يعني كلف الجمهوريين حوالي 3 انتخابات يعني، وهناك تراجع في هناك تراجع كبير في دعم الحزب الجمهوري. فإذا كان الحزب الجمهوري يعني يريد أن يتجه إلى السيد ترامب مرة أخرى وإلى إنكار نتائج الانتخابات وإنكار العملية الديمقراطية والدعوة إلى العنف، فأظن بأنه يعني الرسالة وصلت إلى الشعب الأمريكي، والشعب الأمريكي اختار في هذه الانتخابات الأخيرة، حيث كان يعني يتوقع الجمهوريون أن يكون هناك موجة عارمة كردة فعل على ارتفاع الأسعار وغير ذلك، ولكن ما شهدناه هو يعني شبه فوز للحزب الديمقراطي، حيث أنهم احتفظوا بمجلس الشيوخ، بل أنهم ربما يزيدون سيطرتهم في مجلس الشيوخ، ورأينا بأن هناك نسبة متواضعة يعني تفوق متواضعة في مجلس النواب. كل هذا يظهر بأن هذا الحزب في الحقيقة يعني هو في ورطة، والسيد ترامب يرفض لأسباب شخصية أن يتراجع ويتخلى، وبكل أسف سيدفع الجمهوريون ثمنا باهظا لمصالح ترامب الشخصية ورغباته الشخصية ومحاولته لتجنب المحاكمات والملاحقات القضائية التي تتابعه. يعني أستاذة داليا، بهذه النقطة هل تعتقدين أن ترشح ترامب هو بالفعل من أجل إنقاذ الولايات المتحدة كما يقول، أم أنه من أجل بالفعل التهرب من ملفاته الشخصية؟ يعني هناك أسباب شخصية نحن لا نعرفها بالضبط، إذا كان فعلا ما يريد أن يقصع بالتحقيقات إلى آخره، علما بأنه في المرتين قد ظهرت براءته، لكن هذه ليست المشكلة. المشكلة اليوم على الجمهوريين أن يأخذوا يقفوا وقفة موحدة ويفكروا في كيف فشل الجمهوريون في هذه الانتخابات، ما الذي دفعهم للخسارة. السبب الأول كما هو واضح أنه الديمقراطيين كان عندهم استراتيجية في وكانوا يعرفون بالضبط، كانت عندهم استراتيجية خلال هذه الانتخابات بمساعدة المرشحين الذين يدعمهم ترامب، وبالتالي هم أعرف بأن الشارع الجمهوري غير مستعد للعودة إلى زمن ترامب، خاصة بعد ما حدث في الكونغرس. الجزء الثاني من الجمهوريين هم يخافون إلى حد الآن من سطوة ترامب، وأنا كما قلت الحزب قبل الشخص، ودعيني أقول لك لماذا لا نريد ترامب. لا نريد ترامب لأنه في السنتين المقبلتين سيكون النقاش بين الحزبين نقاش شخصي، نقاش لا يتم النقاش عن السياسة، لا يتم النقاش عن المشاريع المقبلة إلى آخره، وإنما سيكون هناك ترامب وفقط لا غير، وبالتالي هذا يؤدي إلى خسارة الجمهوريين. هناك عدد كبير من الجمهوريين لديهم خطط ولديهم مشاريع تنفع البلد، لذلك نحن ندفع باتجاه أن نقول لترامب شكرا جزيلا، أنت اليوم من التاريخ، علينا أن نبدأ بشكل جديد ونضع استراتيجية لمسيرة الحزب الجمهوري الذي فقد، يعني أتفق مع الدكتور نصير، يعني الحزب الجمهوري فقد كثير من التأييد بسبب ما حدث في جانوري في يناير في الكونغرس، وبالتالي نحن لا نريد، بغض النظر عما يريده الجمهوريون، الجمهوريين لا يريدون ولا يؤيدون ما حدث ولا نريد تكرار ذلك. نعم دكتور نصير، بعيدا عن يعني ترامب وقضاياه ومشاكله، ولكن شعبية بايدن وأيضا شعبية كامالا هاريس هي أيضا في الحضيض، فلماذا على الشعب الأمريكي أن يعني يعود وينتخب بايدن مرة أخرى؟
يعني هذا السؤال في الحقيقة كان يحير الآن، يعني يحير الجمهوريين، فرغم وجود الغلاء الفاحش ورغم يعني قول ويعني استطلاعات رأي أظهرت بأن حتى بأن الشعب الأمريكي يظن بنسبة عالية أن البلد لا تتجه باتجاه جيد بما في ذلك الديمقراطيين والجمهوريين، ومع ذلك تمكن الديمقراطيون من الفوز، وكان هناك مخاوف من أن الغلاء ومن أن تراجع الاقتصاد والجريمة ارتفاع الجريمة في بعض المدن، كل هذا يعني كان يؤهل الحزب الجمهوري للفوز بسهولة، ولكنهم لم يفوزوا. والآن يعني التحليلات تقول بأن العدائية التي أظهرها ترامب وأتباعه والتهجم على الديمقراطية والتهكم على زوج السيدة بيلوسي نانسي بيلوسي عندما تم الاعتداء عليه، كل ذلك أوصل الأمريكيين بما في ذلك المستقلين إلى الاعتقاد بأن هذا الحزب فعلا ضل طريقه، وانتخبوا يعني انتخبوا احتجاجا على ارتفاع وتيرة التصعيد والعنف والتهديد التي رأيناها مثلا من مرشحين مثلا آخر مرشحة لم تفز في الانتخابات وهزمت كانت ليك عن ولاية أريزونا، وهذه كانت يعني تساند ترامب بشكل مفتوح وتم هزيمتها في ولاية من المفروض أن يفوز فيها الجمهوريون. إذن يعني وأردا على السيدة داليا عندما تقول لا نريد ترامب، المشكلة أن يعني من الآن التخلص من ترامب ليس بهذه السهولة، وحاول المعتدلون في الحزب الجمهوري أن يتخلصوا من ترامب، والآن الرجل يتحكم بقاعدة ربما تبلغ حوالي 30% من الجمهوريين، وهؤلاء ربما يعطوه الترشيح عن الحزب الجمهوري ليحصل الانقسام بين الجمهوريين بشكل كامل، وهذا في الحقيقة سيقود إلى خسارة الجمهوريين في الانتخابات القادمة. فالتخلص من ترامب بكل أسف لن يكون سهلا، رغم أن المعتدلين مثل السيدة داليا وغيرها يقولون كفى وغير ذلك، ولكن ترامب لا يفهم هذه اللغة، وربما يعني ساهم الساكتون عن ترامب أيام ولايته ساهموا بأن يخلقوا هذا الرئيس الذي يمسك اليوم بزمام المبادرة داخل الحزب الجمهوري، ولا نستهين بقدرته على يعني أن يكون هو المرشح والفوز بالانتخابات التحضيرية، وهذه ستكون كارثة على الحزب الجمهوري. أستاذة داليا، يعني هل توافقين بأنه التخلص من ترامب سيكون مسألة صعبة للحزب الجمهوري؟ يعني هذه لأول مرة أنا أتفق مع ما يقوله الديمقراطيون بشكل نعم بشكل نرى هذا. نعم، اليوم ترامب أصبح liability، يعني أصبح دعني أقول يعني ثقل، أو هو أصبح ثقيل على هذا الحزب، لكن السيستم أو طريقة التوصل إلى يعني من التصويت إلى آخره، هذا ممكن فعلا أن يبقي ترامب في مكانه. لكن أرجع وأقول هنا أصوات كثيرة معتدلة وأصوات تفكر في مستقبل البلاد قبل أن تفكر في مصلحة شخص واحد. ربما خلال السنتين المقبلتين سيعاد التفكير في الخط الجمهوري المعتدل بعيدا عن اليمين المتطرف، وبعيدا، وأنا أتمنى أن الديمقراطيين أيضا أن يفكرون بعيدا عن اليسار المتطرف اللي هم التقدميون. عند ذلك ممكن فعلا أن نحصل على شيء أو أن نقدم شيء للولايات المتحدة. يعني عندما استلم جون، نسيت اسمه حتى، بايدن، عندما استلم الحكم قال منذ اليوم الأول إنه سيوحد الأمريكيين، لكن ذلك لم يحدث. وبعد الانتخابات النصفية قال إنه سيعمل مع الديمقراطيين، سيعمل مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وهذا لن يحدث فعلا. وأنا أعتقد إنه بعد سنتين سيكون مرشح الديمقراطيين مرشح بعيد عن بايدن وبعيد عن كاملا هاريس، من أجل مصلحة البلاد أولا.
يعني أستاذ دكتور نصير، يعني كيف ترد على أستاذة داليا؟ تقول بأنه حتى الديمقراطيين وحتى بايدن وكمالا هاريس لم يفوا يعني بالعديد من الوعود التي كانوا يتحدثون بها قبل الفوز. يعني هذا اعتيادي في الحياة السياسية في الولايات المتحدة، الوعود كثيرة والحزبان يعني مقصران في تنفيذ الخطط وغير ذلك. ولكن يعني عندما نتحدث عن ترامب يجب ألا نقيسه ونقارنه بالحزب الديمقراطي أو حتى بالمعتدلين في الحزب الجمهوري. يعني هذا الرجل في الحقيقة هو اعتدى على الديمقراطية وحاول، ولكن هناك من يقول بأنه ترامب يعني ترامب فيما يقول أنجز الكثير من تعهداته مقابل الديمقراطيين الذين يعني فقط يتحدثون بالشعارات ولا ينفذون أي شيء. لا، هناك يعني السيد بايدن هو أعاد الاقتصاد الأمريكي إلى وضعه الطبيعي بعد جائحة كورونا، حيث أنه استلم اقتصادا مدمرا من السيد ترامب الذي كان ينكر وجود كورونا أصلا. ولولا مجيء السيد بايدن لما خرجت الولايات المتحدة، واليوم هناك وظائف، 3 وظائف لكل باحث عن عمل. وهناك على المسرح الدولي رأينا السيد بايدن كيف عاد إلى قيادة العالم، ورأيناه في المؤتمرات الأخيرة وفي وقوفه مع أوكرانيا والانتصار للحرية والوقوف بوجه روسيا. يعني لو كان السيد ترامب هو الرئيس لكان العالم اليوم جميعه في خطر، لأننا نعلم بأن علاقته مع روسيا هي علاقة مشبوهة. فنعم، الجمهورية الديمقراطيون لم ينفذوا الكثير، وذلك بسبب يعني معارضة الجمهوريين لكل البرامج التي طرحها السيد بايدن. لكن يعني أريد أن أقول بأنه اليوم السيد ترامب هو أيضا يلاحق ديسانتس، هو يلاحق الترامبيين ويحاول أن يدمر حتى يعني من يناصره مثل السيد ديسانتس في فلوريدا، وهذا يعني لديه فرصة في الفوز. فبدأ يعني التآكل الداخلي في حركة ترامب، وهذا لا يبشر بخير للولايات المتحدة ولا يبشر بخير للحزب الجمهوري في المدى المنظور. نعم أستاذة داليا، هل توافقين أن يعني في السياسة الخارجية وتحديدا مع روسيا ترامب هو أخطر على الولايات المتحدة من بايدن، ونحن نرى الحرب الدائرة في أوكرانيا؟ لا لا لا، والدليل أنه بعد كل التحقيقات وصرفت ملايين الدولارات لربط ترامب بالنظام الروسي ولم ينجح ذلك، وأظهر التحقيقات أنه بريء. وبالفعل لو كان ترامب موجود في ذلك الفترة لما قام بوتين باجتياح أوكرانيا. على العموم هذا هو الماضي، اليوم علينا بالحاضر، لأنه من هنا لسنتين هذا هو تقرير المصير، وبالتالي على الحزب الجمهوري أن يعيد حسابة أوراقه من جديد، يعيد استراتيجيته في داخل الولايات وحتى داخل الوظائف يعني الحكومية في داخل هذه الولايات. وبالتالي سنرى موجة جديدة من الجمهوريين ستظهر خلال السنتين المقبلتين قبل من الانتخابات. يعني إذا ترامب لما بنته ترفض أن تكون معه في الانتخابات، فهذا أكبر دليل يعني أنه ترامب اليوم هو ليس مستقبل الجمهوريين، بالعكس. ولو حصل ذلك فهناك مخاوف أو ربما هناك أمل من انبعاث حزب جديد يشارك فيه الجمهوريون وعدد من المستقلين بعيدا عن اليمين المتطرف. هذا إذا ما فعلا وصل ترامب إلى الترشيح. نعم دكتور نصير، يعني استمعت. نعم تريد التعقيب؟ تفضل. يعني أريد أن أذكر المشاهدين والسيدة داليا بأن ترامب يعني أيام حكمه أراد أن ينسحب من الناتو، ورأيناه ينتقد زيلينسكي، ورأيناه وهذا ربما شجع
بوتين على احتلال أوكرانيا، ورأينا السيد بايدن يقول، عفوا ترامب يقول بأنه يصدق بوتين ولا يصدق الاستخبارات الأمريكية. ففي الحقيقة يعني ربما تكون أزمة أوكرانيا اليوم سببها ترامب، لأنه أعطى انطباع لروسيا بأن الغرب لن يأبه إذا احتل أوكرانيا، والرجل كان معاديا لزيلنسكي وينتقده بشكل واضح. والتحقيقات في الحقيقة يعني أظهرت بأن هناك الكثيرين يعني ممن كانوا متورطين مع روسيا والتنسيق مع روسيا، ولكن بسبب هيمنة السيد ترامب على وزارة العدل تم يعني مساعدته بالتخلص من التورط إدارته مع روسيا. ففي الحقيقة الرجل يعني دمر السياسة الخارجية الأمريكية، ورأينا ما فعله مثلا مع إيران. ولكن دكتور نصير يعني ولكن قبل موضوع إيران، يعني نرى خارجيا أيضا الرئيس بايدن ارتكب العديد من الأخطاء، ورأينا ما الذي فعله مع دول الخليج من ناحية، يعني بعد مقتل خاشقجي أراد عزلة بن سلمان، ورأينا كيف عاد إليه من أجل ورقة الطاقة. نعم، والمشكلة بين السيد بايدن والدول الخليج هي مبدئية، يعني هم يريدون يعني أن يرتكبوا جرائم في حقوق الإنسان، وهو يقول لهم بأننا سنقف في وجه مثل هذه المحاولات. ورأينا أن السيد ترامب يعني وكوشنر استفادا بشكل شخصي ماليا من السعودية، حيث أنه تم يعني منح كوشنر حوالي 2 مليار دولار ليدير محفظة وهمية، وهذا في الحقيقة ما حصل عليه السيد كوشنر والسيد ترامب. يعني نعم أستاذة داليا، تفضلي. نعم، نحن لا يمكن إطلاقا أن نتجاوز الاتفاقات الإبراهيمية التي حدثت بين هذه الدول وما بين إسرائيل. هذه لأول مرة بدأت الدول العربية تنفتح على إسرائيل، وبالتالي هناك انفتاح اقتصادي، انفتاح علمي، وبالتالي هذا يوصل الطريق إلى السلام. هذا لم ينجح فيه أي رئيس في السابق. على العموم أعيد وأكرر أن ترامب هو من الماضي، علينا اليوم النظر إلى العامين المقبلين وما على الحزبين. يعني أستاذة داليا، أنت متأكدة أنه ترامب صار من الماضي؟ لأنه يعني على ما يبدو سيكون من الصعب جدا التخلص منه، أليس كذلك؟ هذا كما نقول wishful thinking، يعني هذا ما نتمناه. لكن هناك يعني الشارع اليوم، الشارع الجمهوري قال كلمته، الشارع الجمهوري رفض المرشحين الذين دعمهم ترامب. هذا شيء كبير بالنسبة لترامب، وهذا يعني لو كانوا هؤلاء المرشحين ربحوا لكان ترامب قال إنهم ربحوا لأني كنت وراءهم، وبعد أن خسروا قال أنا لست السبب، إنما الحزب الجمهوري هو السبب. الشارع قال كلمته من خلال هؤلاء المرشحين، وسنرى في المستقبل حزب سيعاني من تصدعات. نعم سيعاني من الشقاق، نعم، لكن الكفة الأرجح هي للصوت المعتدل في الحزب الجمهوري. أتمنى أن يكون هناك صوتا معتدلا. يعني أستاذة داليا، أنت جمهورية، ولكن في حال اختار الحزب ترشيح دونالد ترامب، يعني ما الذي ستكون لهذه الفئة؟ يعني هل ستكون هناك خيار آخر، أم أنه ستدعمين في نهاية المطاف دونالد ترامب على يعني لتتمكني من إعادة الجمهوريين إلى الحكم؟ أنا جئت من العراق قبل 30 سنة وأرفض سلطة الرجل الواحد، رفض صدام حسين قبل 35 سنة، فأكيد لن أصوت ومثل الكثيرون لشخص واحد. فأمريكا هي الديمقراطية ليست دكتاتورية شخص واحد، وبالتالي لن أصوت في هذه الانتخابات إذا ما كان ترامب مرشحا. نعم دكتور نصير، يعني هذه التصريحات يعني يجب أن تبسط وتفرح الجانب الديمقراطي.
بكل تأكيد، يعني وجود ترامب على الساحة هو هدية كبيرة للحزب الديمقراطي، وأظن بأنه هذا الحزب مشكلته أكبر من ترامب. أظن بأنه هناك مشكلة تطرف وعنف، وهناك تخلي على الديمقراطية، وهذا كله رغم أنه يخدم الحزب الديمقراطي ويريح الديمقراطيين، إلا أنه ليس يعني جيدا ومفيدا للولايات المتحدة التي تعتمد على النظام الحزبي وعلى التنافس الحزبي. فيعني أصوات السيدة، أصوات الجمهوريين من المعتدلين، أظن بأنها تغرق، وهناك حاجة لتغيير، ولكن لا أظن بأن السيد ترامب سيترك هذا الحزب قبل أن يقضي عليه بشكل كامل ويصيب بالانقسام المزمن، وهذا ما يفعل الآن، حيث أنه يتهجم على السيد ديسانتس وهو كان مناصرا للسيد ترامب. فالرجل نعم يعني بدأ ناصر. بدأ يعني بالتهجم على أنصاره، وهذه كارثة. نعم، للأسف لم يتبقى لي الوقت دكتور نصير العمر، المحلل السياسي حدثنا من نيويورك، شكرا جزيلا لك، ومن واشنطن الأستاذة داليا العقيدي كبيرة الباحثين في السياسات الأمنية، شكرا جزيلا لك. وبهذا أعزائي المشاهدين نصل إلى ختام هذه المناظرة، أشكركم على حسن المشاهدة وإلى اللقاء.